سعد القحطاني ايه ابو البراء ايه لك معرفه فيه سابقه؟ نعم. شلون؟ والله تشرف به وبالمعرفه. انا مو اكرم بس المعرفه شلون جات؟ معرفه ابو البراء كان فيه موضوع طرحه هو في السناب قبل 9 سنوات ما شاء الله، ورديت عليه واعجب برده هو، وقاعد ياخذ ويعطي معي ويسولف، الى انه سبحان الله العظيم بعد الرد هذا بشهر ونص او شهرين طلعت انا وياه على مسرح واحد ما شاء الله بدعوه منه هو ما شاء الله، لان انا كنت مسرحي فعاليات ومهرجانات حلو، طلعت انا وياه المهرجانين، شرفت اني اوقف مع ابو البراء على مسرح واحد مره في ينبع حلو في مهرجان الزهور ومره في حايل. شو تقول حق سعد الان يسمعك؟ اقول يشهد الله سبحانه وتعالى. وين؟ بس قل يشهد الله سبحانه وتعالى ان الرجل هذا له علي انا بعد الله سبحانه وتعالى فضل كبير في الوصول. يقول هو سبب دخولك البرنامج؟ سبب هو ارسل لي الاعلان ايه؟ وقال لي قدم يا احمد. والله ما كلمته ولا قلت له توسط لي ولا اي شيء. لا مثل ما قال فعلي مناك ودخلت فيك باقي الشباب. اللهم لك الحمد. يعني عقب بس مثل ما قال هو اللي يعني خبرك بالبرنامج. هو اللي خبرني بالبرنامج، هو كان زي المرشد لي والموجه والاستاذ. ابو البراء اتعلم منه. طبعا ما في صله قرابه. لا ابدا. اللي بيني وبينه اخوه في الدين. حلو. زين. القصص والحكاوي.